السلام عليكم. طلبة كلية الطب سنة تانية، كل سنة وانتم طيبين. ونبدأ معاكم بإذن الله مقرر الجي اي تي. المبدأ بتاعنا زي ما اتفقت في المحاضرة التقديمية هو ان احنا بندي المادة العلمية الأساسية، وهي المشتركة ما بين معظم كليات الطب المصرية. وطبعا المواد دي برضو بيدرسها زمايلنا في كليات تانية، بس مش كل المحاضرات طبعا، ومش نفس قوة طلبة كلية الطب. فالمادة العلمية اللي بتكلم عنها دي هي المادة العلمية الأساسية، وأنا عامل زي ما قلت لكم قائمة تشغيل لمعظم الجامعات، ولكن في بعض زمايلكم تواصلوا معايا وبعتوا لي المحاضرات بتاعتهم، لقيت إن في فروق بسيطة جدا، وبالتالي على قائمة التشغيل الخاصة بكل جامعة هبدأ أزود الحاجات اللي تفيدهم أو الحاجات الخاصة بيهم، وكلنا نستفيد من المحاضرات المشتركة. فأي حد عنده مادة علمية زي ما اتفقنا قبل كده ممكن يتواصل معايا ويبعتها لي على الخاص على رقم التليفون اللي أنا قلته في المحاضرة الترحيبية. طيب، هنتكلم عن دايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي. طبعا احنا بالنسبه لنا في مصر الدايجستيف سيستم مهم للغايه. امراض الجهاز الهضمي كتيره جدا جدا، يعني اكتر مجال للشغل والعلم عندنا في الدول العربيه كلها يا جماعه هو الجهاز الهضمي، على عكس المجتمعات الغربيه اللي بيبقى فيها الكارديوفاسكولار هو ده المين في البراكتس. احنا عندنا المين في البراكتس هو الدايجستيف سيستم، ومعروف ان دراسة الدايجستيف سيستم هي من اسهل الفروع في الطب، يعني حاجة سهلة سلسة استيعابها سهل، برضو مش معقدة زي الفروع التانية سواء كان نيرفا سيستم او كارديوفاسكولار او غيره. مهم قوي نتعلم يعني ايه فيسيولوجي اوف ذا دايجستيف سيستم، لان زي ما قلنا الفيسيولوجي هي اساس كل العلوم الطبية. طبعا الدايجستيف سيستم جهازنا الهضمي مسؤول عن الهضم والامتصاص. بناخد الفسيولوجيكال بيزس اللي تأهلنا للكلينيكال ابليكيشن. طبعا انا انترستد جدا بالكلينيكال ابليكيشن، ويمكن من حسن الحظ ان انا حصلت بفضل الله على دكتوراه في الكبد والجهاز الهضمي، طبعا بعد الدكتوراه بتاعت الفسيولوجي، وبالتالي هو ده البرانش اللي انا يعني بحاول ان انا ادي فيه معلومات، طبعا من غير ما تقل عليكم ومن غير ما يبقى في اوفرلود ولا حاجه، هو في نطاق المناهج بتاعتنا، بس ان شاء الله يبقى فرع مفيد ونتعلم فيه حاجات تفيدنا ان شاء الله. دايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي بتاعنا بيتكون يا جماعه من دايجستيف كانال اند دايجستيف جلانز. دايجستيف كانال اللي هي عباره عن القناه الهضميه، هي عباره عن انبوبه طويله بتبدا بالماوس وبعد كده تتسع ويبقى عندك فارنكس والبلعوم، ترجع تضيق شويه تديك الاسوفاجس اللي هو المريء، ترجع تتسع تديك المعده، وترجع تضيق تديك السمول انتستين ثم اللارج انتستين. هي عباره عن ذا لونج تيوب اللي بنسميها ذا جت. طبعا معاها الجلانس بنسميها دايجستيف جلانس. دايجستيف جلانس اللي هي غدد الجهاز الهضمي اللي تبدا هنا بالغدد اللعابيه. لو نزلنا تحت شويه هنلاقي في عندنا البنكرياس، وفي عندنا الليفر، وفي عندنا كمان غدد السمول انتستين واللارج انتستين، نقول عليها غدد الجهاز الهضمي. يبقى عندك دايجستيف كانال اند دايجستيف جلاندز. وظائف الجهاز الهضمي هي رقم واحد يعمل دايجيشن للفود، دايجيشن اللي هو عمليه هضم الطعام. رقم اتنين يعمل ابزوربشن. والدايجيشن بيحتاج خطوات كتيره، بتبدا بالماوس ان احنا نمضغ الطعام شيوينج، وبعد كده نبلعه سوالوينج، وبعد كده ينزل المعده ياخد مرحله ويكمل بعد كده في الانتستين. بعد ما الطعام يوصل للانتستين بيكون اتهرس وجاهز لعمليه الابزوربشن اللي هي عمليه حيويه جدا. عمليه الدايجيشن والابزوربشن بيبقى مرتبط بهم تو فانكشنز مهمين تانيين كمان في الجهاز الهضمي اللي هم سيكريشنز اند موتيليتي. سكريشن طبعا اللي هي افرازات او عصارات الجهاز الهضمي المتنوعه الخمسه اللي بيبداوا بالسلايفا، وعصاره المعده جاستريك جوس، وعصاره البنكرياس بنكرياتيك جوس، والبايل اللي هو العصاره الصفراويه، وعصاره الامعاء اللي هي انتستينال جوس. العصارات دي كلها طبعا مسؤوله عن الهضم والامتصاص.
كمان معاها عنصر مهم جدا اللي هو موتيليتي. موتيليتي اللي هو الحركيه، والحركيه بتبدا من الماوس اللي هو اول خطوه في عمليه البلع وتكمل في الاسوفجاس، وبعد كده سمول انتستين ولارج انتستين، وكل منطقه من دول الحركيه لها انماط معينه لازم نفهمها، لانها اساس الامراض اللي هنقابلها بعد كده، سواء كان عيان عنده كرونيك دايريا اسهال مزمن، او عيان عنده كرونيك كونستيبيشن، او عيان عنده التهابات في الجهاز الهضمي، زي امراض كتيره هنسمع عنها بعد كده. العنوان المهم الاول عندنا هو واللي اتكلم عنه النهارده بالتفصيل، كنترول اوف جي اي تي فانكشنز، اللي هو تنظيم او ضبط او التحكم او السيطره في وظائف الجهاز الهضمي، او بمعنى سهل خالص كيف تؤدى وظائف الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي بتاعنا بيبقى اندر تو تايبس اوف كنترول، يعني نوعين من التنظيم، وهم نفسهم النوعين اللي موجودين تقريبا في كل البادي سيستمز. رقم واحد نيرفس كنترول، رقم اثنين هرمونال كنترول. وظائف جسمك بشكل عام ايا كان السيستم بتنظم يا اما نيرفس يا هرمونال، وفي معظم الاحيان بيبقى الابر هاند للنيرفس، وحتى ان النيرفس بيعمل كنترول على الهرمونال، والهرمونال احيانا ياثر على النيرفس، ولكن في احيان بيبقى في بعض الوظائف بيبقى مين لهرمونال. احنا عندنا الجي اي تي الاثنين متكاملين ومهمين للغايه، وفي المحاضره الاولى بتاعه النهارده هتكلم عن نيرفس او نيورال كنترول اوف جي اي تي. طيب في النيورال كنترول انت عايز تعرف ايه؟ كيف يتحكم الجهاز العصبي في اداء الجهاز الهضمي؟ هل يا ترى كل خطوه من خطوات الهضم مخك هو اللي بيتحكم فيها، ولا جهازنا الهضمي فيه نوع من الاستقلاليه؟ ويا ترى لو حصل عمليه فصل سواء بسبب حادثه او جراحه للجهاز الهضمي عن المخ، هيقدر يؤدي ولا لا؟ انت عندك سيستمز في جسمك لو اتفصلت عن الاعصاب تتوقف عن العمل تماما، زي العضلات الهيكليه توقف تام. هل الجهاز الهضمي لو انفصل عن المخ يقدر يؤدي ولا لا؟ هو ده اللي احنا نفهمه النهارده. جهازنا الهضمي بيتحكم فيه نوعين من الاعصاب، جهازنا الهضمي نوعين من الاعصاب، في اعصاب طالعه من المخ رايحه للجهاز الهضمي، ده عبارة عن تغذية عصبية من خارج الجهاز الهضمي، فنقول عليها extrinsic innervation. extrinsic يعني من بره الجهاز الهضمي، وهي دي عبارة عن الاوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هي اعصاب السمباثيتك والباراسمباثيتك. السمباثيتك والباراسمباثيتك بيغذوا كل اجهزة الجسم، الحتة بتاعتهم بتاعة الجهاز الهضمي نقول عليها extrinsic innervation. يعني لما اقول لك extrinsic innervation للجي اي تي هو عبارة عن الاعصاب اللي بره الجي اي تي، وتفهم من كده ان في اعصاب كمان جوه الجي اي تي. الاعصاب دي نقول عليها extrinsic innervation لانها بتوصل ما بين المخ بتاعنا والجي اي تي، وهي عباره عن اعصاب السمباثيتك والباراسمباثيتك اللي هو الاوتونوميك اللي انت عارفه وسمعته عنه قبل كده، وخدت عنه حاجات كتيره ومهمه في الاوتونوميك السنه اللي فاتت. طبعا هنقول تكات بسيطه صغيره. طيب طالما قلنا extrinsic يبقى تفهم على طول ان في intrinsic. intrinsic يعني في اعصاب داخليه جوه الجهاز الهضمي. لبعض الناس ممكن تبقى مفاجاه، لان بعضنا من فكره السنه اللي فاتت كان يقول لك السمباثيتك بيروح على الجي اي تي ويعمل كذا وكذا، والباراسمباثيتك يعمل كذا وكذا، وما قلناكش ابدا، ما كناش اتكلمنا في العمق، ما دخلناش في الدبس، كنا سايبينه للوقت. المفاجاه المهمه جدا يا جماعه هو ان عندك في الجي اي تي حاجه اسمها انترنسك انرفيشن. يعني ايه انترنسك؟ قبل ما اتكلم في تفاصيلها، في تفاصيل انترنسك، عايز افكرك بتركيب الجي اي تي ربما ما يكونش عندك فكره. بص يا سيدي، وطبعا خدت الكلام ده اكيد في الهيستولوجي، طبعا عندك ميكوزا، لو خدنا قطاع الجهاز، لو خدت مقطع عرض في المعده في الاستومك او في الاسوفجاس او في سمول انتستين او لارج انتستين، هتلاقي عندك ميكوزا من ناحيه جوه البر، وبعد كده الميكوزا دي تحتها على طول، الميكوزا دي لو انت صباعك في اليومن يلمسها دي ميكوزا، بعدها على طول لو انت اخترقت الجدار يبقى سب ميكوزا، لو كملت يبقى الماسل لير اللي هي الماسكولوزا، واخيرا ناحيه بره السيروزا. ده جدار الجي اي تي، وفي صوره تانية ممكن تلاقيه بالمنظر ده. طيب ايه اللي انا عايز اقوله هنا؟ انا عايز اقول لك ان في جهاز عصبي موجود جوه جدار الامعاء اسمه انتريك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المعوي. والجهاز العصبي المعوي ده عباره عن كم كبير جدا من النيورونز متوزعه في جدار الامعاء. طيب هل عددها كبير؟ كبير. ده عدد الخلايا دي يا جماعه تقريبا نفس عدد الخلايا اللي في السباينال كورد، تخيل.
يعني عدد الخلايا اللي موجوده في الدرج الجهاز الهضمي قد النخاع الشوكي، يعني عدد ضخم جدا، بتكون جهاز عصبي بنسميه ما تنساش انتريك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المعوي، وهو ده اللي يقدر ينظم وظائف الجهاز الهضمي حتى لو اتعزل الجهاز الهضمي عن المخ. يعني لو حصل في بعض الاحيان اتقطعت الاكسترنسك انرفيشن، لو السمباثيتك والباراسمباثيتك، الهضم لن يتوقف لان موجود في جدار الامعاء حاجه اسمها انتريك نيرفس سيستم. الانتريك نيرفس سيستم لو دخلنا بقى في جدار الامعاء هنلاقي ان هو عباره عن مجموعه كبيره جدا من الخلايا بس متركز في منطقتين. المنطقه الاولى اللي هي سب ميكوزا، انت خدت الطبقات من شويه، ميكوزا وسب ميكوزا والماسكولوزا والسيروزا. اول واحد عندنا يا جماعه موجود فين؟ موجود في السب ميكوزا. ده هو الانتريك عباره عن تو بلكسسز، يعني عباره عن تكتلين من الاعصاب. تكتل في السب ميكوزا بنسميه سب ميكوزا البلكسس، بلكسس يعني كتله من الاعصاب، وبعد كده تكتل تاني جوه الماسل لير فبنسميه ماي انتريك بلكسس. يبقى اذا الانتريك يساوي سب ميكوزا البلكسس زائد ماي انتريك بلكسس. وطبعا الحاجات دي لها بعض المسميات البديل. بص يا سيدي، يعني لو عندك ده جدار الامعاء، شوف بقى لما خد، لو خدنا قطاع عرضي في جدار الامعاء وقلنا ده الليومن، هنا ده الليومن، بص على السهم كويس، ده الليومن، يبقى انت هتقابل اول حاجه الابيثيليوم وبقيه القصه بتاعته اللي هي هتبقى منطقه الميكوزا، تحتها بقى هنا دي منطقه الصب ميكوزا يا جماعه، اهي دي الصب ميكوزا، الحته دي الصب ميكوزا، وبعد كده دي منطقه المس كلوزا اللي هي المس اللير، وبعدين نطلع هنا بره. بص يا سيدي، هتلاقي عندك تكتلين، ادي التكتل الاولاني صب ميكوزا البلكسس، والتكتل الثاني اللي هو ماينتريك بلكسس، تمام، ولهم اسماء ثانيه زي ما قلنا زي مايسنر واوربخس بلكسس. يبقى ده الصب ميكوزا وده الماينتريك، وطبعا بنستخدم المسميات دي عشان على طول بتوضح لك المكان. الخلايا اللي موجوده في الصب ميكوزا البلكسس والماينتريك بلكسس عددها كبير جدا تساوي الخلايا الموجوده في السباينال كورد. الخلايا دي بقى متوصله ازاي؟ بص يا سيدي، الخلايا بتاع السب ميكوزا والماينتريك متوصله مع بعضها زي ما انت شايف في الصوره اهي، النيوكليال اللي قدامك دي اللي هي الخلايا متوصله، ده متوصل مع ده، ده متوصل مع ده، متوصل مع ده، يبقى التو بلكسسز كونكتد توجذر. الحاجه الثانيه بقى السمباثيتك والباراسمباثيتك، زي ما انت شايف في الصوره برضو، ده الباراسمباثيتك وده السمباثيتك، الاثنين جايين ينتهوا على النيرونز بتاعه الماينتريك والسب ميكوزا. يعني السب ميكوزا والماينتريك دول الاثنين بيخضعوا لتاثير ما من المخ عن طريق السمباثيتك والباراسمباثيتك. يعني المخ ما زال له تاثير على، يعني الانتريك ده مش شغال براحته 100%، هو لو عزلناه يشتغل بس هو ما زال يخضع لسياده البرين عن طريق السمباثيتك والباراسمباثيتك، واللي ممكن يزود نشاطه او يقلله على حسب ظروف الجسم. طيب برضو الانتريك نيرفس سيستم بقسميه سب ميكوزا وماينتريك بيتفاعل مع اليومن، ما هو سواء كان النشاط بتاع الجي اي تي سكريشن او موتيليتي، ده بناء على الكونتنت اللي موجود جوه الجي اي تي. يعني هل المعده بتاعتك فيها اكل دلوقتي ولا صايمه؟ لو فيها اكل يبدا الاكل ده يلمس الجدار ينبه مستقبلات ميكانو ريسبتور وينبه كمان كيمو ريسبتورز وتبعت نبضات للبلكسس ده، واللي بناء عليها بيحدد نشاط الغدد هتفرز ايه؟ هنفرز اي عصاره وقد ايه؟ وهيبقى في حركيه شكلها ايه؟ فدايما البلكسس ده بياخد معلومات من اليومن عن طريق كيمو ريسبتور وميكانو ريسبتور عشان يتفاعل مع الاحداث اللي جوه اليومن، وكمان بيخضع لكنترول من السمباثيتك والباراسمباثيتك. يبقى الانتريك ده مش شغال لوحده كده بنزل. طبعا ده الكلام اللي موجود عندنا واللي انا وضحته في الصور، والعلاقه ما بين اجزاء الانتريك وبعضها، والعلاقه ما بينها وبين الاوتونوميك اللي هو السمباثيتك والباراسمباثيتك، وكمان العلاقه ما بينها وما بين اليومن. جميل. طيب ايه بقى الفانكشنز؟ السب ميكوزا البلكسس موجود في السب ميكوزا ان كونتاكت مع الجلانس، وعشان كده السب ميكوزا البلكسس يعني دايما كونسيرند ويز ريجليشن اوف جي اي تي موتيليتي، دايما معني بتنظيم الموتيليتي لان هو جنب الجلاندس على طول. اما الماينتريك بلكسس تفهم ان هو بين السموث ماسل، سواء كان
في السيركلر ماسل او اللينجوتيدنال، وعشان كده هو معني في الاساس بتنظيم الموتيليتي. يبقى اذا ماي انتريك كونسيرند ويز مينلي ويز موتيليتي، اما السب ميكوزال كونسيرند ويز سيكريشنز. خلصنا كلمتين مهمين جدا عن الانتريك، والكلام عن الانتريك مش هيخلص، لان في كل وظيفه هنجيب سيرته ان شاء الله في اللي جاي. ولما تبقوا دكاتره شاطرين كده بتعالجوا حالات الجهاز الهضمي تبقى فاهم الحاجات دي، تساعدك في التشخيص والعلاج ان شاء الله. طب الاكسترانسك، احنا قلنا الاكسترانسك ده سمباثيتك ان بارا سمباثيتك، كويس، وخدت حاجات منها قبل كده السنه اللي فاتت مع الاوتوماتيك. نراجع بسرعه. السمباثيتك تو ذا جي اي تي هو عباره عن كرينيال وسكر. فاكر انت لما كنا بناخد سمباثيتك نقول لك السمباثيتك والبارا سمباثيتك، وكان لما يكلمك عن الاورجن بتاع البارا سمباثيتك كان البارا سمباثيتك يقول لك كرينيو ساكرال. كرينيو ساكرال اعصاب 3 7 9 10 1973، والساكرال. طيب احنا عندنا هنا جو اي تي، يبقى احنا عايزين 10، بس يبقى من الكرينيال ديفيجن عندك الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف ده بينزل من البرين من المدلة اوبلونجاتا، وينزل يغذي الجهاز الهضمي من اوله حتى نهايه البروكسيمال بارت اوف ذا لارج انتستين. شوف بقى، يعني الاسوفجس والفارنكس، تمام، الاسوفجس ومنطقه الفارنكس او في المنطقه دي منطقه طبعا مشتركه في التغذيه بتاعتها بين 9 و10 كيلو نيرفز، وبعد كده الاسوفجس والاستومك والسمول انتستين كلها ونص لارج انتستين، كل هذه المنطقه تخضع للفيجاس نيرف. بعد كده ساكرال ديفيجن اللي هو ساكرال 2 3 4 اللي مع بعض بيعملوا البلفيك نيرف، وده بيغذي ما تبقى من الجي اي تي. يبقى اذا اللي بيغذي الجي اي تي كله كبارا سمباثيتك عصبين فيجاس حتى نهايه البروكسيمال بارت اوف ذا لارج انتستين، وبعد كده البلفيك نيرف اللي هو جاي من سكر 2 3 4 يكمل ما تبقى. يبقى ده البارا سمباثيتك. والبارا سمباثيتك زي ما اتعلمت السنه اللي فاتت مع الاوتونوميك بشكل عام استيميليت جي اي تي سيكريشن اند موتيليتي، بتفاصيل هنتعلمها السنه دي. السمباثيتك للجي اي تي طالع من ثوراسيك سيجمنتس من تي 5 لغايه لمبر 2، من تي 5 لغايه يعني تي 5 6 7 وانت ماشي كده لغايه لمبر 2، وبعد كده بيعمل ريلي في الكولاترال جانكليا، وبعد كده يروح للجي اي تي. ومعروف ان السمباثيتك الاكشن بتاعته بتعطل الجهاز الهضمي، بتعطل هضم الامتصاص، وعلشان كده جسمك بقى هو ده هو دور المخ ان عنده بارا سمباثيتك ينشط الانتريك وينشط الجي اي تي سيكريشن اند موتيليتي، وعنده السمباثيتك يعطل الاثنين. طب امتى ده يشتغل؟ ده يشتغل مخك بقى اللي بيشوف. انت دلوقتي قاعد مزاجك حلو وبتذاكر وبتسمع والدنيا زي الفل، تلاقي مخك ينشط البارا سمباثيتك وينشط الهضم والامتصاص. سمعت عن حادثه في الشارع والدنيا اتقلبت وبسرعه رميت الكتاب ونزلت تجري وانفعلت وشيل وحط، يبقى كده دخلنا في السمباثيتك، تلاقي مخك على طول وقف نشاط البارا سمباثيتك وزود نشاط السمباثيتك وعطل لك الجي اي تي، لان الهضم دلوقتي مش مهم، تفاعلك مع الحدث الخارجي هو الاهم. هو ده مخك بقى، ان هو يزود الهضم او يقلله عن طريق السمباثيتك والبارا سمباثيتك according to the situations اللي انت عايش فيها. طيب في الجي اي تي في عندنا معظم وظائف الجهاز الهضمي يا جماعه هي وظائف تلقائيه، والوظائف التلقائيه بتبقى مبنيه على الرفلكسز. الرفلكسز اللي هي الافعال المنعكسه، انا كل اللي بعمله في الهضم افتكر معايا كده تمضغ تمضغ، ده عمليه اراديه، وتبدا البلع تبداه بس، يعني اول خطوه في البلع هو 3 ستيبس، اول واحده بس هي دي والباقي لا ارادي. طب وبعد كده المعده والامعاء وكل ده توتالي لا ارادي عن طريق الرفلكسز. افعال منعكسه هي عباره عن بروجرامز ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان تدير او تنظم وظائفنا البيولوجيه. والرفلكسز موجوده في كل مكان في الجهاز الهضمي، موجوده في الاسوفيجاس وموجوده في الماوس وموجوده في الاستومك والانتستين، وهي مهمه جدا وهندرسها بانواعها. ولكن ان جنرال الرفلكسز نوعين، حاجه اسمها شورت ريفلكس وحاجه اسمها لونج ريفلكس. لو الرفلكس تم كليا، يعني if the reflex is done entirely at the level of the enteric أو at the level of the enteric nervous system or at the level of the wall of the intestine، ده نقول عليه local reflex، لأن في الحالة دي the CNS is not involved، تمام؟ بعد كده في عندنا long reflex. عندنا long reflex ده يعني لو الجهاز العصبي بتاعنا المركزي بدأ يتفاعل، يعني النبضة طلعت من جدار الجي اي تي راحت للCNS ورجعت تاني زي معظم الرفلكسز اللي عن طريق الفيجاس نيرف،
دي نقول عليها يا جماعه لونج ريفلكسز. يبقى اذا اف ذا سي ان اس از نوت انفولفد وكل حاجه تمت على مستوى الجدار ما طلعناش بره بره الجي اي تي خالص يبقى ده لوكال. طب لو طلعنا ورحنا البرين ورجعنا تاني يبقى ده لونج ريفلكس. يبقى اذا عندك الريفلكسز كلها اما شورت على مستوى الجدار اما لونج وبيكون فيها السي ان اس انفولفد سواء كان البرين او السباينال كورد. اي ريفلكس في فيجاس اي ريفلكس في سي ان اس هو لونج ريفلكس. وفي الجي اي تي التو ريفلكسز شورت ولونج بيكملوا بعض لاداء وظائف الجهاز الهضمي. كده اتكلمت معاكم عن النيورال كنترول واشوفكم ان شاء الله المره اللي جايه واحنا بنتكلم عن الهرمونال كنترول. لو حد عنده اي استفسارات يسيبها في التعليقات ورقم التواصل زي ما قلت لكم قبل كده 03129001182. اشوفكم على خير والى اللقاء.